يا حي يا قيوم يا خير الغافرين، عجل بتفريج كروب الأمة، واكشف الغمة واجل الظلمة، وبارك في الوافدين لهذه الدورة في ختام هذا العام واستقبال العام الهجري السادس والأربعين بعد الأربع والمئة والألف من هجرة هذا الحبيب الأمين. اجعله من أبرك الأعوام على أمته ظاهرا وباطنا يا ذا الجلال والإكرام. اجعله عام الفرج للأمة، اجعله اللهم عام النصر للأمة، اجعله عام الكشف الغمة عن الأمة وكشف هذه الظلمات عن القلوب والعقول، وحسن العودة إليك ونزول النصرة منك والتأييد ورد كيد الكافرين والفاجرين عنا وعن جميع أهل الأرض. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير، أصلح لنا شأننا كله ولا تجعل فينا أحدا إلا وهو في جندك وأهل ودك، موفيا بعهدك على ذاك نلقاك، نحب لقاءك وأنت تحب لقاءنا يا حي يا قيوم.